اطار تنزيل التوجيهات الملكيه الساميه، نموذج تنموي جديد، وايضا البرنامج الحكومي من اجل تشجيع الابتكار والاختراع. هذه الاتفاقيه عندها غلاف مالي ديال 300 مليون درهم سنويا من اجل تشجيع ودعم 100 مشروع ابتكار سنويا. هذه المشاريع اللي غيمشيو من اجل تقويه القدره ديال المخترعين باش يقوموا ويسجلوا لي بروفي ديالهم. هاد شهادات البراءه كتحتاج دعم مالي اللي غتعطيه الدوله ديال 80% في اطار تسقيف مليون درهم لكل مشروع. ومن بعد كتحتاج في الفتره الثانيه، هي مواكبه اختراع المنتوج الاخير ككل في المختبرات، وهذا كيحتاج ومسقف بغلاف مالي ديال 4 مليون درهم لكل مشروع، والدوله غتساند هذه المشاريع ب 60%. والفتره الثالثه هي تنزيل مصنع نموذجي من اجل بدايه في تصنيع هاد الابتكارات وهاد الاختراعات، اللي هو مسقف بغلاف مالي ديال 5 مليون ديال الدرهم بمساهمه ديال الدوله ديال 30%.